صلى الله عليه وسلم كان مع أبي ذر فقال هم الأخسرون، وكان أبو ذر يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم في ظل القمر، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم ماشي لوحده فما حبش يمشي جنبه الحديث ده في الصحيح، فاتأخر عنه بحيث ما يزعجوش، وكان يمشي في ظل القمر لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الأخسرون هم الأقلون يوم القيامة. فأبو ذر قال خاب وخسر. قال من؟ قال أبو ذر يا رسول الله، من هؤلاء؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذين أعطاهم الله عز وجل مالا فلم ينفقوه، وسينجو يوم القيامة من فعل هكذا وهكذا وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ عمل بإيدي كده، أي من أنفق هكذا وهكذا وهكذا أو هنا وهنا وهنا. فمحبة المرء للمال محبة قوية مركوزة في فطرته. الإنسان العاقل هو الذي يعرف أنه لم يكن يمتلك شيئا ثم أعطاه الله عز وجل. وأنا شفت النماذج دي والله، يعني ما رأيت من يستحق أن يوصف بهذا الحديث لا حسد إلا في اثنتين، منها ورجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. تخيل واحد يهلك ماله، مش بينفق معاه، لا، سلط الهلاك على ماله في الحق. وكان يقول كنت فقيرا فأغناني الله عز وجل، ولم يكن عندي شيء، فيذكر نعمة الله عز وجل عليه فينفق من هذا المال.